بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر مجموعة أورير فوريفر على هذا الاحتفاء بتتويجي بلقب أحسن صحفي رياضي بمدينة أكادير، وهذا شرف لي وكذلك هو تكليف، لأنني ما زلت أشق طريقي نحو الصحافة الرياضية. وهذه المجموعة اللي جات اليوم واستقبلتني ونوهات بيا وبالمجهودات اللي تنقوم فيها في الإعلام الرياضي، أشكرهم بدوري وأشكر جميع الإخوة اللي تنتميوا لهذا الفصيل هذه وهذه المجموعة. وكما هو معلوم هذا اللقب اللي حصلت عليها وهذه الجائزة جاء عبر مجهود تراكمي عبر سنوات، وإن شاء الله ما زلت إن شاء الله نعطي ما هو أكثر في المستقبل القريب إن شاء الله. بالنسبة للمحطات، هناك محطات دولية كثيرة أبرزها حضور دوري نهاية الدوري الأوروبي اللي كان بدولة أذربيجان العاصمة باكو بين كل من تشيلسي وأرسنال، واللي انتهى بتتويج فريق تشيلسي اللي خول لي انه يتواجد بتركيا وبدوري يتواجد في التغطيه ديال هذا الحدث، كذلك ديال السوبر كوب الاوروبي مدينه اسطنبول، واللي كانت المقابله بين تشيلسي وليفربول واللي توج فيها فريق ليفربول. بعد ذلك حضرت كذلك ربع نهايه كأس دوري الأبطال أوروبا ببرشلونة، ملعب الكامب نو بين كل من دورتموند وبرشلونة. حضرت كذلك أزيد من 18 مقابلة دولية للمنتخب الوطني. حضرت كذلك من دولة تونس لمقابلة ديال الحسنية تكادير اللي لعبت أمام الفريق الليبي بمدينة صفاقس. وأحداث كبيرة وكثيرة، وكذلك أحداث لرياضات أخرى كالحدث العالمي البارز بتغازوت ديال ركوب الأمواج، البطولة العالمية لركوب الموج اللي هي بطولة عالمية اللي شاركوا فيها أبطال عالميين كذلك. إذن وإن شاء الله المشوار حافل، وإن شاء الله مازال الخير لقدام إن شاء الله. حضور هذا المحفل الدولي ديال كأس العرب بقطر هو الكل يتمنى أن يحضر لهذا الملتقى، ولكن لدواعي أسرية وعائلية ما تتحتش لي الفرصة باش نمشي. دائما ما يشرفنا ويتحفنا في الملاعب سواء الإفريقية أو الآن بدولة قطر عبر ثلاث مباريات حقق ثلاث انتصارات، انتصار الأول برباعية والثاني برباعية والأخير بهدف لصفر. والإطار الوطني الحسين عموتة فعلا قائم بالواجب، والمباراة ديال نهار السبت أمام الجزائر نتمنى أن يكون المنتخب الوطني في الموعد وأن يحقق الفوز ضد الجزائر. وفعلا عندنا جميع اللاعبين مستعدين والإطار التقني كذلك، إذا عندنا ما يكفي أننا ننتصر في هذه المقابلة، وخصوصا أن المنتخب الوطني له تجربة بعدما حصل على النسخة الماضية اللي توج بها في آخر نسخة ديال كأس العرب. إذا هناك تجربة متراكمة تتخول لي أنه ينتصر في هذه المقابلة، وإن شاء الله تعمل فرحة الشعب المغربي، وإن شاء الله نواكبهم حتى الآخر رمق ونتوجوا بهذا لقب كأس العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا
عند السي الأشعري مع مجموعة ديال الأورير فرافرز بمناسبة التتويج ديالو بجائزة أحسن صحفي رياضي في عمالة أكادير دوثنان. احنا راه جد مسرورين بهذا الفوز وكنشكروك على حسن الاستقبال ديالك، والحمد لله كنتمنوا لك المسيره موفقه ان شاء الله في المجال الصحفي الرياضي. الحمد لله راه السي محمد الاشعري راه ولد المنطقه ديالنا والحمد لله راه جد مسرورين بهذا التتويج ديالو، وكنتمنوا ليه ان شاء الله مسيره موفقه مره ثانيه وشكرا. شكرا على الدعم والمسانده. بارك الله فيك. انتم كابناء المنطقه كيفاش كتشوفوا محمد الاشعري كإعلامي يعني معروف بالمنطقة؟ السي محمد راه كيشرفنا بزاف بالعمل ديالو وكيقوم بالواجب ديالو بأحسن ما يرام، الحمد لله راه ديما كنتبعوا الأخبار ديالو والمسائل ديالو الرياضية، زعما راه الحمد لله راه فرحانين به بزاف والحمد لله راه كيشرفنا. بداية باسمي وباسم أعضاء جروب أورير فوريفر أتقدم بأحر التهاني الأخ محمد الأشعري أحد رواد الصحافة المغربية بعد فوزي كأحسن صحفي رياضي بمدينة أكادير، وهذا الشيء كيشرف المنطقة ديال الأورير، وكنتمنوا له المزيد من التألق والتوفيق إن شاء الله في المسيرة دياله. وبالنسبة لأي شاب عنده طموحات وعنده أهداف باغي يحققها فرا مازال مادام كما كنقولوا مادام هناك حياة هناك أمل، وكنتمنوا التوفيق للجميع. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر اي واحد طاق في هذه المجموعه واي واحد كيحفزنا ولو غيب كلمه زوينه، وهذا الشيء كيزيد يشجعنا، وبجهد الله ان شاء الله احنا مازال الخير لقدام ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.